إن هذا اليوم الذي يتزامن مع الذكرى 21 لوفاة الزعيم بورقيبة رحمه الله لمناسبة للتذكير بأن بناة الدولة راهنوا منذ فجر الاستقلال على التربية والتعليم ووضعوها في طليعة الاهتمامات الوطنية وسفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية في سبيل نشر العلم والمعرفة والقضاء على الجهل والأمية وتمكين كل طفل تونسي من حقه في التعليم. وقد سمحت هذه الخيارات الوطنية بتحقيق مؤشرات يحق لنا جميعا أن نفخر بها في مستوى نسب التمدرس التي تناهز 100%، كما سمحت بتكوين الإطارات والكفاءات الوطنية التي بنت دولة الاستقلال وأسهمت في مسار التنمية الشاملة ببلادنا. ونحن اليوم نواصل في تعزيز هذه الخيارات من خلال هذا المشروع الذي قررنا أن نطلق عليه تسمية مدرسة الحبيب بورقيبة للفرصة الثانية. التربية والتعليم هو خيار استراتيجي للدولة التونسية مع وانطلق مع بناة الدولة الوطنية. ويظهر لي احنا زادا احنا جيل اون بروفيتي بالشيء هذايا. انا واحد من الناس اول يظهر لي من تمتع بالمدرسة العمومية اللي واحد مكنته باش كونه يحقق فيها ذاته ويحقق فيها نجاحات. ويظهر لي عندنا واجب احنا الوفاء تجاه الناس اللي استثمرت في السياسة هذية والناس اللي ارسات دعائم السياسة هذية باش نواصلوا على المنوال هذايا. هذاك علاش احنا التربية من اوكد المحاور اللي نخدموا عليها في الحكومة هذية. وجاء المشروع هذايا مشروع مدرسة الفرصة الثانية كذلك أيضا في هذا الإطار باش يمكن كل أبنائنا من التونسيات والتونسيين باش كونوا ما يخرجوش من المسار التعليمي. أي تلميذ إلنا فوكاسيون يا باش يكون في المدرسة يا باش يكون في مسار تكويني. احنا هذايا اللي قاعدين نخدموا عليه باش كونا نقصوا من التسرب المدرسي، نقصوا من التلامذة اللي ما يلقاوش معناها الفضاءات اللي نجموا يحقوا فيهم ذاتهم. والحق أنا استمعت حتى لشهادات من بعض التلامذة اللي تمتعوا بالخدمات اللي قدمها الفضاء هذايا والمؤسسة هذايا. الحق شيء مشجع جدا جدا. استمعت إلى بعض التلامذة اللي كانوا في المدرسة معناها كانوا يمشيوا حتى يحس اللي الفضاء المدرسي ماهوش ملائم ليه، دونك يبدا ماشي بالسيف عليه. الوغ كو لهنا استرجع الثقة اللي بينه وما بين المدرسة، واسترجع الثقة خاصة في روحه، واسترجع الثقة في إمكانياته. وإحنا هذا اللي نخدموا عليه. يلزم كل تونسي تكون له فرصة أولى وفرصة ثانية وفرصة ثالثة. هذايا الأمل اللي قاعدين نخدموا عليه. تسمية المؤسسة هذه مدرسة الزعيم بورقيبة للفرصة الثانية يظهر لي وفاء للسياسات اللي أرساها بناة الدولة الوطنية. يظهر لي هذه أقل واجب نجمو نعملوه في الذكرى 21 لوفاة الزعيم بورقيبة رحمه الله.